البيت والشكارة وزوالي الحكايات والترعيج كل يوم هدا في الباطي مصاري جديد اللي طالعوا اللي هابط واللي يشوف مور لعوينا خاطينا لي بروبليم وما يجوا لينا يتبعوا فينا كل واحد هم ونحبوا تضيفوا لاش في لاكاج واللي زيطاج ينوض الهول تحيروا فينا باطي ما لينا خلاص يا سامي خلاص يا عزيزي ما تبكيش عادي نورمال كتبة كيف تشوفي فيها نورمال 15 يوم ميزابي يا ودي 15 يوم ولا 30 يوم مكتوب ربي وش حدير معليش معليش بكي وش معناتها سامح 15 يوم ميزابي معناتها ما ناكلو ما نصرفو ما نقضيو سامي شوف ولا راك مكسر راسك على الماكلة الماكلة سهلة ولا حاجة الدار والطبيب وصوالح الدار ومصروفك والكوافيغ تاعي والماكياج وصوالحي ما تخافش أنا ندبر راسي دبري راسك شكون عزوز واش خير ان شاء الله خير ما جابك واش هاك جيت لاباس خير ان شاء الله خير ما جابك وانا خير ها وين هو الخير علاه حسن علاه دير لي هكا حسن علاه واش بيك عزوز واش كاين واش صرا كيفاش تقول للطفل ها باه ترقد احسب الخرفان وخلي الضو شاعل ايه ماشي انت اللي قلت لي قلت لي نحيلو الدواء وشوف لي حاجه وحده اخرى يرقد بها وباطل هيك باطل بصح علاه تخير انت في الكباش والضو شاعل يا عزوز يا عزوز الكباش يرعى في النهار وهذاك الضو هذاك نقولوها كيما نقولوا حنا الشمس هذيك هي صار الشمس نتاعك انت هي الضو تاعي انا خويا ما ساعدتنيش بدل لي الدواء كيف هذا نبدل لك الدواء شوف لي حاجه حيوان يحسبه بصح في الظلمه ذا وين فهمت يسمى انت المشكل نتاعك راهو في الضو ماشي في ولدك يعطيك الصحه هاي هاك فهمتني ايوا نقول لك حاجه عزوزه هذا وين فهمتك روح قول لولدك يحسب في صباعه فهمت ايه والله غير تصلح شكون سامح يا سامي نهضروا في الدار قولي لي صح كيعطي ما كاينش راح تسلفي لي ما لا عندك دراهم يا سبحان الله يا وعندي خير من الدراهم سامح قستي خوفتيني درك على بالك وعلاش يا سيدي على بالك واش قالوا ناس الزمان قالوا الحدايد الشدايد هذا ما كان ما فهمتش ما فهمتش معليش يا سيدي نفهمك عند باب الدار شوف راك تشوف هذا الخاتم اللي جبته لي نهار خطبتني شحال عزيز عليا هاك بسمح بيعه ورجل امورك يا سامح ما نقدرش هذا لا لا تقدر قلت لك بسمح سامح والله ما نقدر يا سامح ما نقدرش لا لا تقدر ان شاء الله بيعه بسمح والله ما نقدر يا سامح لا لا تقدر ان شاء الله يا سامح كي ما كيش فاهمه عباكي بلي الخاتم هذا وش بيه ما يسوى والو وعلاش ما يسوى والو إذا خطركش ماشي ذهب بلاكيور ها؟ سماح وش بيكي؟ شكون؟
يا ودي وجاي ندوي انا وعلى بالي الله غير محتمه مقوقط مقوقط اصاحبي. المهم مس الخير سي عزوز واش راك؟ لا 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 سي عزوز والله هي محتاجك دقيقه يعني من وقتك يعني يا سي عزوز. والله سامحني يا بابا حناني عندي قضيه نقضيها ونعاود. هاي دقيقه برك يا سي عزوز. يا انا ما تهدي ما نطولش دوك نولي لك. يا دقيقه بابا حناني. هيا سيدي هات واش اللي كاين؟ يا اخي على بالك باللي راني نسكن تحت السي عزوز فين لاكار؟ اقسم بالله الناموس هنا. بابا اي كلام السي عزوز والله يعني المطلوب 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 يعني قلت لك شما عندك هكا يعني شويه فليتوكس ولا هذيك الباستي هذيك كشما اسمها جاي عندي انا نعطيك الفليتوكس والباستي وهذيك من الناموس اللي كلاك اللي كلاني هنا السي شوف كبدي هذاك تعرفني انايا هذه حاجه اللي تشرى كلني ما نشريهاش. والله ما نضر لي هنايا انا عندي الناموس هنا بصح انا نقتلو بالغبره غبره غبره. والله يا سي عزوز يعني اول مره نسمع ناموس باللي تقتل بالغبره. هذا كيفاش؟ شوف انا عندي واحد الغبره هكذا نعس الناموس كيجي هاني هز كميه غير تجي الناموس انا نحطها هنا نوكلها في فمها تموت طيح لتم وطيح طيح يعني في قصدك انت يعني نهزوا الغبره كيما هكذا ايوا ونحكموا الناموس هكا هكذا ونوكلوا لها الغبره وطيح نجيب لك شوية. لا إله إلا الله تسمى كي عاد هكا سي عزوز يكون من الأول نحكم الناموسة ونعطيها في البلاصة تموت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شفت كيف؟ الله محمد شفت كيف لقيتها وحدك خمولها برك كل شيء راهو بالحساب. زين نعطيه الغبرة أنا. خالتي ساكينة خالتي ساكينة وش بيك علاش تشغلت ها والسرعة شعلت النار. سامحي لي خالتي ساكينة راني مزرب شوية وراكي عن بالك على واه راني جيتك في الأمر اللي بينك وبيني. سيدي شوف هاد الخطرة راني لقيت لك وحدة وما شاء الله عليها بنت فاميليا عاقلة فحلة كل سبع بصنعة ما نقولكش. الله يبارك الله يبارك والله غير فرحتيني. نقدر نعرف في اسمها؟ اسمها فطومة. فطومة الله يبارك. ونقولك ثانية هي عندها دار وبخدمتها خدامة هاك تهنيت. خالتي ساكينة كيفاش انا ما نخدم شوية تخدم ما تركبش نقولك انت اللي راكبك جن هاو نقولك انت وجهك وجه ميزيريه انت وجهك وجه هم وتقعد هكا في الميزيريه والهم. يا اخي قال لك ما يتزوجوا حتى يتشابوا.